الرساله الاخرى اللي ممكن نقولوها للجيران بعضنا اللي راهم يتحرشوا بالامن تاعنا وبحدودنا وبخيراتنا ويوضعوا ايدهم في ايد الصهاينه، نقولهم احنا رانا امه نتاع امه نتاع خير وامه نتاع سلم وامه نتاع استقرار وامه نتاع اخوه وامه نتاع حسن جيران، ماناش امه نتاع معادات وماناش امه نتاع غدر وماناش امه اللي نوضعوا ايدنا فيد الاعداء الصهاينه باش نغدروا بجار من جيراننا. والدليل على ذلك لو كان احنا كنا امه نتاع غدر ونتاع حرب ونتاع فتنه كان الرئيس نتاعنا وهو الان مترشح ما يجيش يوضع ما قيمته 20 مليار دولار قريبا من منطقه حربيه. هذه رساله نتاع سلام، باننا امه نحوسوا على السلام، نحوسوا على الرخاء، نحوسوا على التنميه للامه الجزائريه، ونحوسوا على الرخاء والاستقرار والامن لجيراننا سواء في موريتانيا او في المغرب. ولكن اللي اعتدى علينا احنا امه نتاع حرب، لكن في اطار الدفاع على سيادتنا وعلى وديعه شهدائنا وعلى وحده شعبنا وعلى وحده الجغرافيا نتاعنا. الرساله الثالثه اللي حبيت نوجهها بانه عندما ربي ان شاء الله ينتهي هذا المشروع هذا، حكايه نتاعنا نتاع الغاز والبترول وتقلبات السوق، واليوم البترول تدخل الدوله هذه وتسقطه، والغاز تدخل الدوله هذه وتسقطه، وترفع اسعار الغاز الصخري، وخاصه اننا امام انتخابات امريكيه اللي يمكن احد المترشحين اذا جاء راح يكسر كل ما هو طاقات احفوريه لصالح الغاز الصخري. نقول بان ذاك الوقت في تقلبات الغاز وتقلبات سوق النفط، نقول بان امننا على الاقل في الجانب المالي بانه في 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 فيما يمتلكه غار جبيلات بانه بيستطيع ان يكتفي الشعب الجزائري من ما يحتاجه من عمله صعبه بدل الغاز وبدل البترول.